حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. كلمة النية في اللغة تعني القصد، تعني توجه النفس نحو العمل. ثم النية الحسنة والنية السيئة. في الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الاصطلاح كلمة نية تحيلنا على الطيبة والتجرد من مركبات مكر والاحتيال. يقلك ماشي بنيتي، يقلك ما يربح كان صاحب النية، يعني صاحب النية الحسنة. وأحيانا تعبر كلمة نية على السذاجة اللي تخلي صاحبها عرضة للخداع. يقول أحد الفقهاء: لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. الخب، ويقال أيضا الخب بالكسر، هو الخداع المفسد. يعني واجب على الإنسان باش ما يكونش خب، ما يكونش مخادع، وكذلك واجب عليه أن يتحلى بشيء من الفطنة حتى ما يكونش عرضة للخداع والاستغفال. لكن يبقى الإنسان مهما حاول التفطن يبقى عرضة للخداع، وخصوصا الإنسان الطاهر الضمير، الإنسان النظيف التفكير. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن غر كريم، والكافر خب لئيم. يحكيه على تاجر كبير، وما كبير كان الله، ومن عليه ذنب يقول استغفر الله. مات وخلف ولد، ورث اللمة واللي ثم. والمال كيف ما يعرقش عليه مولاه ما يعطيهش قيمة. وتخلى هكا الولد في جولة أصحاب والصهريات، وجبت ما ترد، جبال تتهد، وكانت تركة ومشات، وما بقاله كان 300 ريال ماشي قصتها على روحه حتى أشي هون الله. نهار هو قاعد هايم صايم، يقف عليه رجل كبير لحيته بيضة كبة: السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا: يا ولدي تشبيك في هالحالة وانت ما شاء الله في خيار صغرك، قد وصحت بدن. قالوا: يا سيدي هاكي ربيت الدراش اش تخلف. وحكاله كيفاش تركه وفياها. قالوا: يا ولدي تحبش نعطيك ثلاث نصايح تصيبهم في حياتك؟ قالوا: هات نسمع. قالوا: كان بالفلوس؟ قالوا: قداش؟ قالوا: النصيحة بمية ريال. وش بدي هكا الولد 100 ريال؟ قالوا: هات اعطيني نصيحة. قالوا: النصيحة اللي نقولها لك: حبيبك اللي تحب لو كان يكون دب. كم شكل الولد وجهه قال: تدو هذه فيها فايدة هذه. وش بد 100 الثانية؟ وقال له: هات لي نصيحة أخرى. قالوا: النصيحة الثانية: إذا لقيت الزهو والطرب لا تبدلوا لا بشقا ولا بتعب. قالوا: هذه ما يزيدها معروفة. وش بد 100 الثالثة؟ وقال: بوزيد عريان بوزيد مغطي، هات كمل لي نصيحة أخرى. قال له: وليدي اللي أمنك لا تخونه ولو كنت خاين. ومشاهك الرجل على روحه وقعد يأكل ولد حول فمه، ومنها جات أحساس والتكة خذته عين ورقد. العشية السلطان خرج يعمل في دوناش، يلقاه راقد، آمر على السبايس معاه باش يفيقوا ويقول له شي حب. خضخضوا هكا السبايس هكا شوية، قام بجوع ما جات على فمه كان ياكل النصيحة لولا. قال من غير ما يشهد: حبيبك اللي تحب لو كان يكون دب. السلطان عجبته هالكلمة لأن فيها معنى الوفاء والإخلاص. قاموا معاه للقصر، وبشوية بشوية ولا واحد منهم. جرى بيع، والسلطان مستانس كل عام يخرج الشهر يصطاد، وأمن هكا الولد على الحريم متاعه. هاي بنت السلطان شافته حبته حب كبير، وجات وقالت له: أنا مستعدة لكل شيء معاك. تفكر هو هيك النصيحة الثانية: اللي أمنك ما تخونه ولو كنت خاين. استعوذ من الشيطان وعمل روحه مش هون، وكمل السلطان المصير متاعه ورجع للقصر. الوزير غار من هيك الولد، حبش يتخلص منه. جاء نهار للسلطان وقال له: يا سيدي هالولد هذا عينه حرشة، وسمعت عليه كلام مش باهي. السلطان من عادته إذا حب يتخلص من واحد
يتخلص منه من تحت حس مس. يكتب وريقة الواحد من عماله في بعض الجهات يقول له ابعث لي اللمانة. العامل يعرف اللمانة هي راس اللي جاب الورقة. وكتب السلطان جواب ونادى عليك الولد وقال له هذا توصلوا للعامل متاعنا في البلاد الفلانية. وقام هيك الولد الجواب وقصد ربي. هو في الثانية يعرض عرس. اتفكر هيك النصيحة الثالثة، إذا لقيت الزهو والطرب لا تبدو لا بشقالة بتعب خلي يتفرج. من العرس ناس كرماء فرحوا به، والعرس بكري كانت تكبر ياسر. وجبدها عندهم جمعة بايت صباح. هاو السلطان قلق كيف ما رجعش، وخاف لتكون كلمة السر تكشفت. نادى الوزير وقال له امشي يلحق عليه هرش ثم. وش بدك تكتب له جواب يسهلوا فيه على هيك الولد اش عمل معاه. وصل الوزير للعامل. العامل من اللي يرى في يده ورقة من غير لا يحلها لا يرش فيها يتم طير له راسه ويحطه في قفة حديثا ما يبطاش ويلحق هيك الولد بعد ما كمل العرس. العامل يحساب بعث السلطان باش يجيب له الراس، اعطوه القفيفة قال له شد الثانية راو سيدنا يستنى. هيك الولد ما هو عارف شيء ويتم راجع. دخل القصر السلطان راه حل فمه. يا ودي قال له انت انس ولا جن؟ قال له يا سيدي انا انس من خيار الجنس وراني ماني فاهم شيء. قال له نحبك احكي لي حكايتك من اللي صرت تشفي على الدنيا. وحكى له حكايته وحكايه النصايح اللي شراهم وكيفاش عمل بيهم، ومن جملتهم بنته كيف حبته وعرضت عليه وعرضت له النصيحه ما تخون اللي امنك ولو كنت خاين. وعرف السلطان اللي الولد بريء واللي الوزير حب يتخلص منه، ومقابله بعث للعدول عقد له صداق على هيك الطفله ونصبه في بقعه الوزير وقال يرحمهم كيف قالوا امشي بالنيه اذا ما ربحت تخرج على سلامه. وعلى امل ان نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.